تستلزم الدخول على رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ائذنيها، إنها كانت تأتينا أيام هذه الجنة. كانت تأتينا أيام إيه؟ ده مش هدية بس، هذا صعب. شوف الأدب النبوي، الأدب النبوي إزاي؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا جيء إليه بطعام أو ذبيحة يقول صلى الله عليه وسلم: عائشة في يوم من الأيام: خديجة، لقد أدبك الله خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أدبني الله خيرا منها، والله ما أدبني الله خيرا منها. إزاي؟ لقد رزقني الله منها الولد إسحاقين غيرها، وواسدني بمالها إذ منع المال عني غيرها. ادعو الله وسلم التوفيق والعافية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن صدق خلقه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نتحدث عن خلق الوفاء نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الخلق، وعلينا معشر المسلمين أن نتخلق بهذا الخلق الذي اتصف به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولك ان تنظر ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث كما يروي لنا كتاب السير والمؤرخون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. زاد حب الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال إيه؟ لو الناس كلها خدوا طريق والأنصار مشوا الطريق أنا همشي الطريق الأنصار. اللهم أحب الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة، الأمثلة الطيبة في الوفاء ورد الجميل. من الذي علمك؟ أستاذك الذي تعب ووقف في المدرسة وفي الفصل ليعطيك من صدور المعرفة. كنا بالأمس غير بعيدة عندما نقابل الأساتذة كان التوقير والاحترام والأدب الجاد. الطالب كان أيام زمان لما يشوف أستاذه معدي كان بيجيب له كل التوقير والاحترام وكل الأدب. طيب إسلامنا بيقول لنا إيه؟ إسلامنا بيقول لنا كل اللي علمنا حرف وكل اللي علمنا كلمة نحفظه الفضل علينا. هي الخطبة النهاردة عن إيه؟ عن إن الوفاء بالأدب ورد الجميل لأصحابك من أخلاق الإسلام. مش واحد يعمل فيك معروف تاني يوم تقابله وكأنك ما تعرفوش، لا، ده مش أدب الإسلام. أدب الإسلام رسمه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر: إن من أمن الناس عليّ
ايمانك مين؟ ابو بكر. يعني مين اللي وقف جنب الانسان بتاعك؟ ابو بكر. الرسول تذكر للصنيع بتاعك؟ لا. النهارده انت بتعلم الطالب والطالب بيقابلك لا عاوز يقول لك سلام عليكم ولا عاوز يبص في وشك ولا عاوز يعدك بالمعروف. الطالب النهارده او الولد في البيت بيقابل ابوه وامه بكل كفاءة. شبابنا النهارده ليهم نهار ونهارهم ليه؟ والاب يجي يصححه بيلاقي كلام ما انزل الله به من سلطان. فن الوفاء وفن رد الجميل. ثم رد الجميل الاكبر بالوطن الذي نعيش فيه كما كان صلى الله عليه وسلم فعل من قبل، ونظر لأهل مكة ونظر لبلده فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا هو رد الجميل والمعروف. ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: اخ كريم وابن اخ كريم.